طيب القادمين الجدد لسوق العمل يا أستاذ علي، يعني اللي بيتخرجوا جديد من 2019 مثلا، 2020 طبعا بطبيعة الحال، و2021 ولو مكمل معانا الفيروس لأكتر من كده، يعني تمام. هل دول مطلوب منهم أشياء مختلفة عن أجيال يعني سابقة ليهم علشان يدخلوا سوق عمل اتغيرت ملامحه تماما بعد فيروس كورونا؟ هل مؤهلاتهم المفروض تتغير؟ مطلوب منهم أشياء مختلفة علشان يقدروا يبقى ليهم مكان ومكان كويس في الحياة العملية؟ هو طبعا احنا زي ما سبق وقلت في طبعا في من دقيقه او دقيقتين ان كورونا سرع حاجات كانت اوريدي بدات التغيير او الاتجاه ليها على مستوى العالم. لكن اللي حاصل في الوقت الحالي برضو في بعض التوجهات الجديده، يعني مثلا في دلوقتي كل الحاجات مثلا حتى التغير اللي بيحصل بيبقى تغير سريع، وبالتالي بيحتاج من الشخص الباحث عن العمل يكون دايما عنده القدره على التغيير في حد ذاته او التغيير في مهارته او اكتساب مهارات جديده بحيث تخليه يفضل منافس او قادر على المنافسه بشكل مستمر في سوق العمل. فالشخص او الداخل الجديد لسوق العمل مطلوب منه يتحلى بالمرونه اولا والقدره على التغيير او الانتقال من قطاع للتاني واكتساب مهارات جديده او بنسميه احنا باللغه برضو الدرجه بتاعتنا اللي هي سرعه التعلم. مطلوب مننا دايما نتفاعل مع سوق العمل ونشوف عايز ايه ونبدا نتعلمه. يعني دلوقتي حتى يعني التغييرات اللي بتحصل في الوقت الحالي ممكن نلاقي زي ما يعني كان في اشخاص بيقعدوا في وظيفتهم مثلا بالعشرات السنين في الماضي، ممكن الموضوع ده ما يعني ما يدومش او ما يبقاش موجود بعد كورونا او في المستقبل البعيد، حتى ان هو حتى ان الوظيفه نفسها ممكن تبقى موجوده لمده سنه، مده اتنين، مده ثلاثه في وقت الازمات مثلا وتختفي بعدها، او مثلا التطور يحصل جديد يضطر الموظفين نفسهم ان هم يحاولوا يؤدوا نفس الوظائف بتاعتهم باشكال وادوات مختلفه. فده بيخلي الشخص اللي هو داخل جديد لسوق العمل دايما لازم يكون عنده استعداد للجديد واستعداد للتعلم ومتابعة كل ما هو جديد بشكل مستمر وتعلمه بدون تردد، لأن ده هو اللي هيضمن له الاستمرار في سوق العمل.